الهجوم والرفض لفكرة ابتعاده عن التدريب لفترة من الفترات، ولكن بعد أن تم الرد عمليا، وأعتقد أنه كولر قدم النهاردة لكل عشاق النادي الأهلي أوراق اعتماده بشكل عملي، جه الوقت أن احنا نتكلم على مشوار مارسيل كولر. مارسيل كولر كلاعب وكمدير فني في خطوات ناجحه كونت شخصيته، كونت فكره، والحقيقه انه ما لم يفعله الاعلام التقليدي فعلته السوشيال ميديا. بيشرفنا النهارده شادي حبشي، وصانع محتوى رقمي او صانع محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، قام بعمل الحقيقه بحث رائع عن مشوار مارسيل كولر، بداياته، تكوينه، مشواره، خبراته، نشاته، بطولاته اللي حققها سواء كان كلاعب او كمدير فني، وصولا طبعا لمرحلته اللي بعتقد انها مرحله هو شخصيا بيعتز جدا بيها مع النادي الاهلي. ونتمنى، والمصطلح اللي احنا كنا دايما نسمعه، ان يكون السيزون ده هو بدايه مشروع مارسيل كولر مع النادي الاهلي في المواسم القادمه. شادي حبشي هو ضيفي في السادسه. بدايه ارحب بيه. مساء الخير يا شادي، واهلا وسهلا بيك. مساء الخير، ازيك، ايه الاخبار؟ انا مبسوط جدا مع حضرتك، يعني تنور الدنيا. مرسي، واهلا وسهلا بيك. وخليني الاول اقدم شادي كمان للناس. انت بتشتغل يعني مينلي في الكوره ولا بتشتغل في كل المجالات؟ لا، واحنا اصلا عندنا فاميلي بزنس، العيله يعني، مع من زمان، من 3 سنين ونص كده. هاوي للكوره، بحب الكوره، بحب تاريخ الكوره، ففكرت ان انا اعمل حاجه للشغف بتاعي. ايوه، قلت اعمل قناه يوتيوب اوثق فيها تاريخ الكوره بشكل كويس. كنت بادئ في الاول اكتر بشتغل على حاجات قديمه قوي، على حاجات عالميه. ايوه، بدا الموضوع يتطور معايا، وبدات اشوف تعليقات الناس ايجابيه قوي. في البدايه كانت الناس عماله تقول لي يا ابني تاريخ الكوره ما حدش بيبص عليه، خليك في الصفقات، في الترندات. ايوه، خش خبط. انت تراك مختلف، تراك عن يعني عن على اغلب المنصات السوشيال ميديا اللي ليها علاقه بالكوره بتشتغل بيها. هو انا البدايه مثلا كان يعني انا بحب الكوره وقاري بقرا كتير قوي في الكوره من زمان يعني. كانت البدايه مثلا بالنسبه لي حاجه، مثلا كان دايما تطلع اشاعه كده يقول لك او كلام، ده باولو روسي طلعوه من السجن راح لعب كاس عالم 82. طبعا ده اي كلام اساسا. أيوة، مش قصه حقيقيه كده. انت قررت تانفستيجيت بقى، تحقق في القصه دي. فبخش إيه القصه والحكايه؟ بجيب في 90 باولو روسي كان 82 تهيألي، هو كان هداف كاس العالم 82. بس هو ما كانش في السجن ولا حاجه. هو كان موقوف في قضيه منشطات واخد سجن مع ايقاف التنفيذ، بس هو ما كانش في السجن، بس هي اشاعه وفضلت عايشه سنين. أيوة، فلحد دلوقتي الناس تقول لك باولو روسي طلع من السجن خد هداف كاس العالم. في خبر تاني سمعناه لو تفتكر، يعني انا طبعا عارف انك ما شفتش كاس العالم يمكن 90 يعني. لا انا بقول 86. في لعيب اسمه سكيلاتشي، توتو سكيلاتشي، كان بيقولوا برضو ان هو كان بعيد تماما عن كره القدم، وكان عجلاتي، ومره واحده استدعوه. هو توتو سكيلاتشي ده كان يعني كان منحرف شويه في سلوكه. بس يعني القصه دي محتاجه اتاكد منها، بس يعني هترجع لنا بيها. ايوه، بالخبر اليقين. ليه اخترت مارسيل كولر يا شادي؟ هو ارجع سنه كده فلاش باك ورا. يلا. هو طبعا نهايه السنه اللي فاتت كانت يعني سيئه لينا جدا يعني. خساره الدوري والكاس، دوري سنتين ورا بعض بتخسره، ده مش حلو. بعد ما خسرنا الدوري والكاس كده جات لي فتره كنت متضايق يعني، قفلت بقى السوشيال ميديا كلها، كنت بعمل فيديوهات وكل حاجه بس يعني قافل الفيسبوك بقى والحاجات دي. الاسماء بقى اللي عماله تطرح، كيروش، فايلر، ده هيرجعه موسيماني، فتره كده صعبه مش لذيذه يعني. فطبعا اسم كولر لما اتطرح، انا فاكر كولر اصلا وانا طفل صغير كده في يورو 96، كان في لعيب اسمه كولر، انا فاكره. انت فاكره يعني؟ انت فاكره كلاعب، بس يعني منتخب سويسرا مش مصنف اصلا. وكان عندهم النجم بتاعه ما كانش كولر اصلا. بس فاكر الاسم يعني. فاصحابي اللي بيتابعوا الدوري الالماني، واحد قال لي بص الراجل ده مدرب كويس بس شخصيته ضعيفه، مش هينجح معانا، والجيل ده ومحتاج حد يشد حد مصري عليه. قال لك كده؟ انا عامه ما باخدش قوي بالكلام ده يعني. خلينا نشوف هيعمل ايه. فالبدايه لما بتكون يعني الموسم اللي فات كان وحش، اول ماتش اللي هو ضد الزمالك في السوبر، ففرحت قوي يعني احنا محبطين، فلا عملنا اداء كويس وبتاع، بدات تحس الراجل في انضباط في الملعب كده، وفي روح مختلفه واللياقه كويسه وبتاع. الموضوع مشي كويس شويه، بعدين حصل بقى دروب في النص بعد كاس العالم، بعد كاس عالم الانديه. هزيمه سان داونز دي بسمع حاجات غريبه بقى. ده ما عندوش فكره، قلنا لكم عايزين حد عنده خبرات افريقيه، كان مثلا موضوع خبرات افريقيه ده يعني يعني ما الاهلي ياما جاب مدربين اجانب من يعني، هو ده مثلا ديتريتش فايتس ولا الناس دي، ما هو اوروبيين يعني. ايوه، ديتريتش، الان هاريس، هولمان، كل الناس دي يعني، جوزيه،
مانو جوزيه طبعا يعني هو كده كده مانو جوزيه مارتينيول بس يعني انا قصدي يعني حتى انا اقدم من كده شويه. بس الموضوع مشي لحد بقى ايه الكره قطر الطاهر. يعني كنت قاعد بتفرج كده قلت يا رب الكره دي لو ضاعت انا نفسي اعمل حاجه عن الراجل ده ادور وراه انا مش عارف عنه كتير عارف حاجات بسيطه يعني. مشي الموضوع وبعدين لقيت نفسي بفتح بخش على الانترنت انا يعني طبعا انت ابتديت في الشغل ده مش بعد تتويج الاهلي بافريقيا انا بعد قبل ماتش الهلال السوداني بدات انكش اخش انا باخد وقت شويه لان طبعا الموضوع انا البحث كله بعمله لوحدي فطبعا الموضوع بياخد وقت يعني فمش عارف الاقي حاجه يعني ما فيش حاجه ممسوكه يعني كلها عناوين كده اللي هو مثلا كان مدير فني هنا كان مدير فني طب يا جماعه انا عايز تفاصيل. اكون عايز اكون عنه وجهه نظر يعني فلحد ما يعني قعدت ادور كتير واستخدم الالماني وبتاع هوب لقيت لي كتابين ظهروا قدامي دول الكتابين اللي معاك دلوقتي النهارده ده وده ده وده اهو دول كتابين عن مارسيل كولر بالالماني فدخلت قلبت الانترنت على اي بلاتفورم بيبيع اونلاين ولا نسخه اونلاين انت بتتكلم الماني